بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض منهج الرياضيات مادة الجبر للصف الثاني الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الاول، العام الدراسي 2017-2018. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الوحدة الاولى، واللي احنا هناخده النهاردة الدرس الاخير، وهو حل المتباينات او حل متباينات القيمة المطلقة. حل متباينات القيمة المطلقة. بس في بعض الملاحظات في الفيديو اللي فات، اللي هو حل معادلات القيمة المطلقة. حل معادلات القيمة المطلقة بيانيا ما فيهوش مشاكل، لان احنا بيانيا كده كده بنرسم بيانيا وبنجيب نقاط التقاطع، ما فيهوش اي مشكلة اطلاقا. ولكن هي مش مشكلة، يعني احنا استخدمنا في طريقة حل واحدة، انما المفروض في طريقتين للحل، في طريقتين للحل. طبعا انت مخير تحل بايهما، ولكن لازم تعرف الاثنين. انا عندي في حل المعادلات، يبقى حل المعادلات عندي طريقتين. طريقة اسمها اعادة التعريف، اعادة تعريف دالة المقياس، والطريقة التانية اللي هي احنا بنستخدم اللي احنا استخدمناها في اغلب الفيديو، وهي طريقة التعريف. بس كان في شرط اساسي في طريقة التعريف، وقلنا شرط في منتهى الاهمية. اعادة في طريقة التربيع كنت بتطلع الجذور، جذور المعادلة او اصفار المعادلة او مجموعة الحل، كنت لازم تختبر. يبقى مع التربيع لازم الاختبار، ده شرط اساسي في منتهى الاهمية. لو ما اختبرتش ممكن تضيع عليك المسألة. يبقى انا طريقة التربيع لازم بعدها الاختبار، اختبار الجذر، اختبره هل يحقق المعادلة، يعني اختبره في اعوض في الجزء اليمين اللي هو المقياس ده، واشوف هل بيساوي القيمة اللي هتطلع، بيساوي الطرف اليسار، لو بيساوي يبقى الجذر ده باخده، لو ما بيساويش يبقى الجذر ده برفضه. يبقى التربيع لازم بعدها اختبار، التربيع لازم بعديها اختبار. اعادة التعريف احنا ما اتكلمناش عنها، ولذلك احنا هنتكلم عن، لان الكتاب المدرسة مستخدم طريقة اعادة التعريف في كل الحل بتاعه. يعني انا المعاصر كان بيجيب لك الطريقتين، وغالبا كان بيركز على طريقة التربيع، ولكن في كتاب المدرسة صراحة مركز على طريقة اعادة التعريف والاصفار، اعادة التعريف والاصفار. فاحنا ناخد معلش شوية مسائل كده نحلها بطريقة اعادة التعريف، ومن الفيديو اللي فات احنا اشتغلنا على طريقة التربيع بشكل مباشر. ناخد مثال بقى، احنا هنحل بيانين، احنا هنحل جبرين، احنا قلنا بيانين ما فيهاش اي مشكلة. بقول لي حل المعادلة، يبقى انا عندي المعادلة ايه؟ المعادلة مقياس السين سالب 3 تساوي الخمسة. يبقى اول خطوة في اعادة التعريف ان انا بجيب اصفار الدالة، اصفار الدالة اللي هو ما داخل المقياس، ما داخل المقياس، يعني سين ناقص 3 ده احطه بصفر، يبقى السين هتساوي كام؟ هتساوي 3. يبقى دي بسميه اصفار الدالة. ادي خط الاعداد اهوت، وادي الصفر اهوت اللي هو 3، للنقطة دي اللي هي بيحقق عندها ان الدالة بتساوي صفر. على اليمين بقى، على اليمين باخد الدالة نفسها سين ناقص 3 تساوي الخمسة، اللي هي القيمة الموجبة ليا. ما احنا قلنا المقياس ده معناته ايه؟ انه يا اما بيساوي خمسة او بيساوي سالب خمسة، او المقياس نفسه بيساوي خمسة او سالب المقياس يساوي خمسة. يعني انت عندك حالتين، يا اما تقول له ايه ان السين ناقص التلاتة دي تساوي خمسة، او السين ناقص التلاتة تساوي سالب خمسة، دي طريقة. او ما داخل المقياس اللي هو سين ناقص 3 يساوي 5، او غير اشارة اللي ما داخل المقياس اللي هو سالب سين ناقص 3 تساوي 5. يعني اما تثبت اليمين وتغير اشارة الشمال، يا اما تثبت الشمال وتغير اشارة اليمين، براحتك. يبقى انا هاخد هنا اللي على يمين بقى التلاتة، اللي على يمين التلاتة يعني هنا سين اكبر من او يساوي 3، وهنا سين اقل من التلاتة اللي هي الاصفار. يا ريت
نفذ زي ما انا بعمل كده بالظبط، يبقى انا باخد اصفار الداله الاول ما داخل المقياس بسويه بصفر واطلع الاصفار، يبقى س تساوي 3، احطه على خط الاعداد يبقى على اليمين هنا س اكبر من او يساوي 3 او س اقل من التلاته، اكبر من او يساوي 3 يبقى نفس الداله بتساوي 5، واقل منها يبقى ايه نفس الداله بس اقل تساوي كام، تساوي سالب الخمسه. بس بحل ديت واطلع الجذور، واحل دي واطلع الجذور بس، يبقى هنا س تساوي كام، تساوي 8، وهنا س تساوي سالب 2، يبقى س تساوي سالب 2، يعني مجموعه الحل هتبقى كام، هتبقى سالب 2 وال 8، سالب 2 وال 8. واضحة كده؟ يبقى دي الخطوة الأولى بجيب أصفار الدالة، الخطوة الثانية بعمل فيها خط الأعداد، الخطوة الثالثة بقى ببدأ أوزع الدالة، الجزء اللي هو من تحت ده بسميه إيه؟ بسميه إعادة التعريف، إعادة التعريف. في منتهى الأهمية الجزء ده، في منتهى الأهمية. ناخد مثال كمان على اللي حليناه قبل كده، بيقول لي حل المعادلة، يبقى مقياس 2 س سالب 3 تساوي الس زائد الايه؟ زائد الثلاثة. طبعا انا حل جبري، يبقى 1 اهوت اصفار المقياس، يعني ايه؟ يعني 2 س ناقص 3 بتساوي 0، يعني الس تساوي 3 على الاثنين. خلاص باخد الخطوة الثانية، باخد خط الاعداد، ادي الثلاثة على الاثنين اللي هو عندها الدالة بيساوي 0، على اليمين يبقى 2 س ناقص 3 يساوي الدالة نفسها س زائد 3 دي، او 2 س ناقص 3 بتساوي ايه، اخد بإشارة مخالفة يبقى سالب س سالب 3، وابدأ احل بقى الطرف اليمين، يبقى دي هتبقى السين ودي هتبقى كام، السين هتساوي 6، وهنا دي هتبقى 3 س، 3 س هنا هتساوي ايه، هتساوي الصفر، يعني السين هتساوي الصفر. مظبوط كده، سالب 3 س، مظبوط مظبوط. يبقى س تساوي ايه؟ يبقى س تساوي صفر، يبقى مجموعة الصفر ده ما اقل من 3 على 2، مظبوط. اتاكد برضو ان الصفر اقل من 3 على 2 وال 6 اكبر من 3 على 2، يبقى مجموعة الحل هتبقى ايه؟ صفر وال 6. طب نربع كده، نحلها بالتربيع، هيبقى 2 س ناقص 3 تربيع تساوي س زائد 3 الكل تربيع، يعني 4 س تربيع. ناقص 2 في 3 ب 6 ب 12 س زائد 9 بتساوي س تربيع زائد 6 س زائد 9، زائد 9 مع زائد 9 4 س تربيع، يعني هيديني 3 س تربيع، وهنا 6 يعني ناقص 18 س تساوي 0. ناخد بقى او نقسم على الثلاثة، يبقى س تربيع ناقص 6 س تساوي 0، اخد عامل مشترك يبقى س وس ناقص 6 يبقى س بصفر او س ب 6، مظبوط. يبقى شو الحلين ما مفهومش اي مشاكل، ولكن الكتاب مأكد على الحل بتاع إعادة التعريف عشان حتى تبقى فاهمه. معلش يعني انت ايه، انت مخير ان انت فعلا تحل باي طريقة، او اي طريقة تحل بيها تبقى صح، ومحدش يقدر يقولك ان دي غلط، ولكن تبقى عارف الطريقة دي وعارف الطريقة دي وعارف دي جات منها وعارف دي جات منها. بس هي الفكرة هنا ايه، بس في التربيع، ان انا لازم اتأكد بقى، انا هي طلعت صفر وستة، لازم اتأكد ان الصفر بيحقق، يعني مثلا الصفر بيحقق هنا هيديني ايه، 3، وهنا هيديني 3 يبقى بيحقق الصفر. طيب الستة هنا 6 في 2 ب 12 ناقص 3 يبقى كام، يبقى 9، 9. طيب وهنا 6 و 3 9، مظبوط، يبقى بيحقق، مظبوط. يبقى في التربيع لازم الاختبار، يبقى كلمة تربيع لازم اختبار بعدين. ناخد مثال تاني. طيب المثال الاولاني اهو اللي هو س، ايوه هنا بقى لازم التربيع، يعني انت مش هتقدر في ديت لا يمكن إعادة التعريف، فما عندكش وسيلة الا الايه، الا ان انت تربع الطرفين، ما فيش وسيلة تانية، انت هتعيد تعريف ديت ولا تعيد تعريف ديت، فانت ما تعرفش ايه، مش هتعرف تعرف ديت او تعرف ديت، فهتطلق ايه، هنا هنستخدم فيها طريقة التربيع زي ما حليناها المرة السابقة. طيب مسألة الجذور ايضا احنا حليناها بطريقة التربيع، هنحلها طبعا بطريقة المقياس. يبقى دايما لما بيجيب لك جذر، بيبقى يجيب لك جذر اللي تحته بيكون مربع كامل، مربع كامل يعني جذر الاولاني نفس الاشارة يبقى زائد جذر الاخير، يبقى زائد 3 الكل تربيع يساوي 9 ناقص 2 س. انا عندي ده، عندي القاعدة بتاعتي بتقول لي ان الجذر التربيعي السين تربيع هو نفسه مقياس السين، ما هو مقياس السين يساوي الجذر التربيعي السين تربيع.
مقياس السين هو ليه؟ لان مقياس السين ده بيساوي ايه؟ يا اما سين يا اما سالب سين. طب ما الجذر ده برضه هيديك يا اما سين يا اما سالب سين، اللي هو التربيع اللي تحت، يا اما سين يا اما سالب سين، وهتبقى مظبوطه 100%. خلاص، يبقى ده هيبقى مقياس السين زائد 3 يساوي 9 ناقص 2 السين ناقص 2 سين. خلاص نجيب الاصفار. يبقى اول خطوه نجيب اصفار الداله او اصفار المقياس، هيبقى السين يساوي كام؟ السين يساوي سالب 3. باخد سالب 3 على خط الاعداد، يبقى هنا س اكبر من او يساوي سالب 3، وس هنا اقل من سالب 3، يبقى س اقل من سالب 3. نعرف بقى، يبقى هنا س زائد 3 هتبقى 9 ناقص 2 س، ما فيهاش مشكله دي. هنا س زائد 3 هتبقى ايه؟ هتبقى سالب 9 موجب 2 س، موجب 2 س. ليه؟ لان ضربت ديت في اشاره سالب، يبقى ايه؟ بتاخد مره بنفسها موجب ومره تانية تغير اشارتها او تغير اشاره الماء بداخل المقياس، مش هتفرق. يبقى هنا 2 س يعني هيبقى يدينا 3 س، وهنا هيدينا كام؟ يساوي 6، يعني الس يساوي الاثنين. هنا الاثنين س ديت موجب، يعني ده هتبقى س هنا يساوي، ده هتبقى 9، يعني الس يساوي 12. طبعا هنا س يساوي 12 اقل من سالب 3 ولا لا؟ هل السين يساوي 12 اقل من سالب 3؟ لا، مش اقل من سالب 3، يبقى ده مرفوض على طول وانت مغمض. يبقى ده مرفوض، مرفوض يعني مجموعة الحل فقط هيساوي كام؟ هيساوي الاثنين، مجموعة الحل هيساوي الاثنين. ماشي. هنبدأ بقى النهاردة، وهو حل متباينات القيمة المطلقة. حل متباينات القيمة المطلقة. في حل متباينات القيمة المطلقة عندي عدة اختيارات. أنا المتباينة يعني إيه؟ يعني طرف يمين وطرف شمال، وإما بيناتهم إيه؟ أكبر من أو أكبر من أو يساوي، أصغر من أو أصغر من أو يساوي. يبقى أنا عندي حالتين، الحالة الأولى هناخدها في المقياس حالة الأصغر، والحالة الثانية حالة الأكبر. حالة الأصغر والحالة الثانية حالة الأكبر. الحالة الأصغر دايما باخد الإيه؟ باخد المنطقة المحصورة بين الجذرين، باخد المنطقة المحصورة بين الجذرين. يبقى إيه؟ يبقى حالة الأصغر هتكون فترة، طبعا دي فترة ودي فترة، دي فترة ودي فترة، بس دي هتبقى فترة الايه؟ فترة الجذور، فترة الجذور، فترة الجذور لما في حالة الأصغر. في حالة الأكبر بتبقى ح ناقص الايه؟ معكوس فترة الجذور، ناقص معكوس فترة. ناخد مثال، هنا نقطة التقاطع هنا عند الصفر، ونقطة التقاطع هنا عند السالب 4، يعني الجذور عند ايه؟ س تساوي صفر أو س تساوي سالب 4، مظبوط؟ يبقى الح مجموعة الحل مباشرة تساوي ايه؟ الفترة المفتوحة للجذور دي، هتبقى سالب 4 وصفر. ليه؟ لأن عند السالب 4 عند الصفر وسالب 2 بيديك صفر، فانا باخد اللي بيناتهم اللي هو بفتحها زي ما اتعودنا قبل كده. طيب هنا مجموعة الحل بقى لو 2 س زائد 6 اكبر من او يساوي 4، اكبر من او يساوي 4 اللي هو فوق ده، فوق ده كده، فوق يعني ايه؟ يعني من سالب 2 الى ما لا نهاية، ومن سالب 5 الى سالب ما لا نهاية، يعني سالب 5 سالب ما لا نهاية وسالب 5 اتحاد سالب 1، سالب 1 فين سالب واحد؟ ايوه سالب واحد، معلش ايوه هو حاطط هنا النقطة دي غلط، اهيت سالب واحد اهيت، يبقى سالب واحد وما لا نهاية. دي معناتها ايه؟ معناتها ان ما دي ماشي كده ودي ماشي كده، خلاص؟ يبقى معناتها ان كله ما عدا الفترة المغلقة بقى، الفترة المغلقة، ولكن برضو هنفتحها عند السالب 5 والايه والصفر، عند السالب 5 والسالب 1، المفروض مغلقة. عشان يساوي، معلش ايوه فتحها عشان يساوي، عشان لما يديك يساوي هنا
معناتها ايه؟ انه يساوي المنطق، يبقى السالب 5 داخلين في الفتره دي، داخلين في الفتره دي، السالب 5 داخل هنا والسالب 5 داخل هنا، فانا لما هاخد ح ناقص الايه؟ ناقص ما بينهما اللي هي السالب 5 والسالب 1 مفتوح. طيب هنا س سالب 2 اقل من الثلاثه، اقل من الثلاثه احنا قلنا ايه؟ قلنا المنطقه ديت فين التقاطع؟ ادي التقاطع اهوت، هتبقى فين التقاطع هنا؟ يبقى هنا سالب 1 وكام؟ والخمسه، سالب 1 والخمسه بتبقى الفتره المغلقه. ليه نغلقها؟ عشان يساوي، اغلقها عشان يساوي، الا ان انا هاخد الفتره دي معاها مغلقه، يعني يساوي الاصفار بتاعتي، يساوي الاصفار اللي موجوده عندي. واضحه كده ديت؟ واضحه خلاص. يبقى انا هنا اقدر اقول حاجتين، الحاجه الاولى في حاله الاصغر من او اصغر من او يساوي بيدي فتره، بيعطي ايه؟ بيعطي فتره اللي هي ايه؟ الفترة سواء مغلقة او مفتوحة، يبقى دي هيديك فترة مفتوحة اللي هي الجذرين، ما بين الجذرين، وهنا هيديك فترة مغلقة الجذرين ايضا، الجذرين. طيب في حالة الاكبر من او اكبر من او يساوي هيديني ايه؟ هيديني الحا ناقص، لو اكبر من، يعني لو اكبر من مفيش يساوي هتبقى الفترة الايه؟ المفتوحة. لو اكبر من او يساوي هنغلق الايه؟ هنغلق الفترة. يبقى حا ناقص، هنفتح العكس، العكس، يبقى هنا هنغلق الفترة وهنا هنفتح الايه؟ هنفتح الفترة. ليه؟ لان الاكبر من او يساوي داخلين في الحا، داخلين في الحال، الجذور داخله في الحال. طيب خلاص. طيب هنا نجد نشوف بس بعض الملاحظات المهمه جدا جدا وتابع معايا. بيقول لي ايه؟ مقياس السين اقل من او يساوي الالف، والالف اكبر من الصفر، فايه؟ باخد السين هتبقى اكبر من او يساوي السالب الف، واقل من او يساوي الالف. معايا؟ طيب لو اكبر بقى، لو اكبر لازم اعاده تعريف، يبقى بقول له ايه؟ ان س اكبر من او يساوي الالف، اكبر من او يساوي الالف نفسها، او الس اقل من او يساوي السالب الف، او الس اقل من او يساوي او هنا و، هنا و، و يعني معناتها اتحاد، وهنا او معناتها تقاطع، معناتها تقاطع. طيب ناخد بعض الملاحظات. مجموعة حل المتباينة في متغير واحد هي قيمة أو قيم المتغير التي تجعل المتباينة صحيحة. تمام. إذا كان مقياس س يساوي أ فإن س تساوي زائد أو ناقص أ، أو س تساوي، أو س هتبقى أكبر من أو يساوي السالب أ وأقل من، لا دي المعادلة، معلش اللي هي ديت ناقص، يبقى مقياس س أقل من الألف، يبقى س أكبر من السالب أ وأقل من الألف. لو يساوي بحط يساوي. الس ناقص ب اقل من الف، فان الس ناقص ب اكبر من السالب الف واقل من الالف. الس ناقص ب اقل من او يساوي الالف، يبقى الس ناقص ب اكبر من او يساوي السالب الف واقل من الالف. الس اكبر بقى، يبقى الس اكبر، س اقل من السالب الف، وس اكبر من السالب، يبقى س اكبر من السالب الف، وس اقل من السالب الف، اقل من الالف. يبقى س اكبر من الالف، وس اقل من السالب، وس اقل من السالب الف. يبقى س ناقص ب اكبر من او يساوي الالف، يا اما س ناقص ب اكبر من او يساوي الالف، او س ناقص ب اقل من او يساوي السالب الف، اقل من او يساوي السالب الف. ملاحظات هامة، لا نستخدم صفر المقياس. خلاص في المتباينات ما بجيبش صفر المقياس اللي احنا كنا بنجيبه في المتباينة، في المعادلة لو انت فاكر كنا بنجيب صفر ونحط صفر، لا هنا ما بستخدمش صفر المقياس او ما بحتاجش صفر المقياس. عندما تكون علامة التباين اقل من اصغر من تصبح مجموعة الحل على شكل فترة اما مفتوحة او مغلقة. عندما تكون علامة التباين أكبر، أكبر من تصبح مجموعة الحل على شكل هي ح ناقص فترة معكوسة للفترة اللي فاتت. ناقص فترة إيه؟ فترة معكوسة. يبقى ح ناقص أعكس الفترة. خلاص؟
يعني لو هي مغلقة بفتحها، لو هي مفتوحة بغلقها. يجب جعل سين التي داخل المقياس في بداية الكلام قبل حل المتباينة. يعني ايه 3 ناقص سين؟ هخليها سين ناقص 3، ما هي هي، يعني ايه 3 ناقص سين؟ هي هي، لان مفيش اشارات هنا في المقياس، هي هي سين ناقص 3، بس بظبطها على هذا الشكل. طيب عند ضرب او قسم الطرفي المتباينة في عدد سالب، فاننا نعكس الايه، الاكبر يبقى اصغر والاصغر يبقى اكبر. اوجد على صورة فترة مجموعة حل كل من المتباينات التالية. يبقى ناخد الاول ادي السين ناقص 3 اقل من الاربعة، اقل من الاربعة. خلاص احنا قلنا ما بنستخدمش الاصفار وما بنستخدمش اعادة الايه، اعادة التعريف بالشكل اللي احنا اخدناه قبل كده. يبقى انا هقول ايه، يبقى سين ناقص 3 اكبر من، طبعا ما فيش يساوي هنا، يبقى اكبر من سالب 4 واقل من الاربعة. نطلع التلاتة ديت، التلاتة بطلعها هنا، اطلعها بالموجب، يعني هنا هضيف 3 وهنا هضيف 3 واشطبها من النص، يبقى س اكبر من، هتبقى ايه هنا، سالب 1 واقل من السبعة. يعني ايه، مجموعة الحل هيساوي الفترة المفتوحة سالب 1 و7. واضح كده؟ طيب المسألة التانية هتبقى الجذر التربيعي لسين تربيع ناقص 2 سين زائد 1 اكبر من او يساوي الاربعة. ده مربع كامل. مربع كامل يعني جذر، اجيب جذر الاولاني سين وجذر التاني 1 واشارة الحد الاوسط، يبقى سين ناقص 1 تربيع. يعني اقدر اقول ايه، سين ناقص 1 تربيع، الجذر التربيعي طبعا اكبر من او يساوي الاربعة، دي معناتها المقياس. يبقى مقياس سين ناقص 1 اكبر من او يساوي الاربعة، يبقى سين طبعا هنا خلاص اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي. يبقى انا اخد يا اما، اخد القلم، يبقى اما السين ناقص الواحد اكبر من او يساوي الاربعة، او السين ناقص الواحد اقل من او يساوي سالب 4، اقل من او يساوي سالب 4. يبقى اما السين ناقص الواحد نفسها اكبر من او يساوي الاربعة، او السين ناقص الواحد اقل من او يساوي السالب 4. فاهمين جت من فين اصلا؟ يعني مثلا نمسح الحتة دي برضو عشان تفهمها، جت من فين حكاية اقل من او يساوي دي؟ يعني هي الدالة بالشكل ده او المعادلة بالشكل ده اللي هي ديت مقياس. حتى لو انا قعدت التعريف بتاعها كده، لو قعدت التعريف معناته ايه، ان السين ناقص واحد اكبر من او يساوي الاربعة، او سالب سين ناقص الواحد اكبر من او يساوي الاربعة، هي هي. طيب هقسم انا على السالب ديت، لما اقسم على السالب يعني هيديني ايه، سالب واحد سين سالب واحد، اما اقسم على السالب هتتغير، يبقى اقل من السالب او هضرب في سالب، هيبقى يدينا سالب ايه، سالب 4. عرفت جت ازاي بقى احنا بنستخدمها ليه كده؟ يعني انت حتى من غير حفظ القاعده انت ممكن تستخدم اعاده التعريف بالشكل ده، اعاده التعريف في ايه، بالشكل ده. طيب رقم ج بيقول لي 1 على جذر 2 س ناقص 3 اكبر من او يساوي الاثنين، مظبوط. يبقى هضرب طرفين في وسطين، دي كان على الواحد، كان دي، ما دي موجب مش هتغير في اي، في اي اتجاهات، ما دي المقياس موجب يعني. يبقى هيبقى 2 في مقياس 2 س ناقص 3 هتبقى اقل من او يساوي ايه، اقل من او يساوي الواحد. يعني مقياس 2 س ناقص 3 اقل من او يساوي النص. تمام تمام كده. طيب نعرف بقى، خلاص يبقى 2 س ناقص 3 هتبقى اقل من او يساوي النص واكبر من او يساوي سالب نص. نطلع الثلاثة، يعني 2 س هنا هتبقى اكبر من او يساوي ديت 6 على 2 ناقص 1 على 2 يبقى يدينا 5 على 2، اقل من او يساوي هنا 6 على 2 و1 على 2 يبقى 7 على ال2، نقسم على 2 يبقى س اكبر من او يساوي 5 على الاربعة واقل من او يساوي 7 على الاربعة. يبقى مجموعة الحل تساوي ايه؟ مجموعة الحل هتساوي الفترة المغلقة 5 على الاربعة و7 على الاربعة.
كده ناقص ايه بقى؟ ما هو ده لا يمكن يكون المقام بصفر، يبقى ايه اللي يخلي المقام بصفر؟ ان انا احط المقام بصفر، ان س ناقص 3 تساوي صفر، يعني س تساوي 3 على الاثنين، يبقى ناقص ما يجعل المقام اصفار المقام اللي هو 3 على الايه؟ 3 على الاثنين، ناقص اصفار المقام اللي هو 3 على الاثنين. واضحة كده الجزئية ديت؟ طيب ناخد مثال كمان. احل انا بقى كذا مثال كده، نحل انا المثال ده واحل المثال ده واحل المثال الاخير واسيب لك اللي في النص ده. يبقى هنا مقياس السين سالب 7 اقل من كام؟ اقل من ال11. خلاص طالما اقل يبقى سين سالب 7 اقل من 11 واكبر من السالب 11، نطلع السبعة، يبقى سين اقل من 11 يعني 18 واكبر من موجب 7 هنا هيبقى يدينا كام؟ سالب 4، يبقى سالب 4 مظبوط. يبقى مجموعة الحل هتبقى الفترة المفتوحة سالب 4 وكام؟ و 18. طيب ناخد المسألة الثانية. خلاص ولا ناخد ديت؟ دي زي ديت اقل من او زي ما ناخد ديت اصعب شويه. هتبقى هنا ايه؟ جذر التربيع. هتبقى نخلي ديت جذر الاولاني هيبقى س، وجذر الثاني بالاشاره الاوسط هتبقى سالب 3، يبقى س سالب 3 تربيع اكبر من او يساوي 8. طيب ده معناته المقياس س سالب 3 اكبر من او يساوي 8. يبقى انا عندي هنا اما الس سالب 3 اكبر من او يساوي 8 او الس سالب 3 اقل من او يساوي السالب 8. يبقى اقل من او يساوي السالب 8، يعني س اكبر من او يساوي كام؟ ال11، او السين يساوي اقل من او يساوي كام؟ السالب 5. السالب 5، يبقى هنا 11 وما لا نهايه، وهنا سالب ما لا نهايه وسالب 5، يعني مجموعه الحل هتبقى ايه؟ ح ناقص هنا في يساوي، ايوه، يبقى انا بفتح خلاص لان دي داخله في الح، يبقى دي داخله في الح بفتح، يبقى اللي هي ايه؟ سالب 5 و11، سالب 5 و11. ما خلينا نشوف اهيت، خلينا نشوف ادي الحل اهوت، ادي السالب 5 وادي ال11، دي مغلقه اهيت وادي دي مغلقه، يبقى دي من هنا لهنا ماشي لحد ما لا نهايه، ومن هنا لهنا ماشي. لما اعمل اتحاد ليهم هيبقى ح ناقص اللي في النص بس، يبقى انا بفتح الايه؟ بفتح الفتره. يبقى انا بفتح الفتره. اخد مثال بيقول لي تطبيق حياتي، تسمح احدى شركات الغاز الطبيعي بتوظيف قارئ العداد اذا كان طوله يتراوح بين 178 و192 سنتي، عبر عن هذه الاطوال الممكنه لمن يتقدم لشغل هذه الوظيفه. يعني ايه يتراوح؟ يعني س اكبر من او يساوي 178 واقل من او يساوي، يتراوح يتراوح يعني من دي الى دي، يبقى 192. خلاص كده يعني انا عندي ايه؟ متباينه. طيب سواء متباينه او معادله القيمه المطلقه نفسها، عندي قاعده في منتهى الاهميه. بتقول لي ايه القاعده؟ بتقول لي ان مقياس السين ناقص منتصف القيمه سواء بقى يساوي او اقل من او يساوي، سواء او اقل من او اقل من او يساوي حسب القيمه اللي عندي هنا، ايه؟ اقل من او يساوي، يبقى هنا اقل من او يساوي، يبقى اقل من او يساوي المسافه على الاثنين. يا ريت تكتب الايه؟ تكتب القاعده ديت في منتهى الاهميه لو في حاله طلب ان اي حاله من الحالات اعملها على صوره القيمه المطلقه. يبقى انا عايز منتصف المسافه، منتصف المسافه اجيبها ازاي؟ منتصف المسافه او منتصف القيمه، معلش ممكن تقول منتصف القيمه ومنتصف المسافه حسب ما ايه؟ ما اللي بيدي. طيب هنا منتصف المسافه بجمع طرفي القيمتين واقسمهم على الاثنين، يبقى 192 زائد 178 على الاثنين،
هيدينا كام؟ لو انت حسبتها بالآلة هيديك 185. طيب بجيب المسافة على 2، اجيب المسافة ازاي؟ المسافة اصغر اكبر قيمة اللي هي 192 ناقص اصغر قيمة اللي هي 178 على الاتنين ايضا هيديني 14، على الاتنين هيديني كام؟ هيديني 7. يبقى متباينة القيمة المطلقة تساوي ايه بقى؟ س ناقص منتصف المسافة اللي هي 185 هتبقى اقل من او يساوي، باخد اقل من او يساوي الايه؟ السبعة، اقل من او يساوي السبعة، وديت يبقى انا كده عملت له متباينة القيمة المطلقة. اكتب متباينة القيمة المطلقة، مثلا انا اختار الف وباء وانت واسيب لك الجيم، يبقى هنا برضو هتجيب ايه؟ هتجيب منتصف هتبقى اقل من، يعني سين اكبر من او يساوي الستين تتراوح، واقل من او يساوي المية، يبقى انا عندي منتصف الدرجة، منتصف الدرجة يعني ايه؟ هيساوي 100 زائد 60 على الاتنين، يعني 160 على الاتنين يعني 80. طيب هنجيب المسافة على 2، يعني 100 ناقص 60 على الاتنين يعني 40 على الاتنين يعني هيدينا 20. طيب يبقى المتباينة س ناقص منتصف المسافة اللي هي 80 هتبقى اقل من او يساوي 20. واضحة كده الفكرة؟ طيب ناخد المسألة الثانية. هنا بقول درجة حرارة مقاسة يتراوح بين، يعني س أكبر من أو يساوي 35 وأقل من أو يساوي 42، يبقى أنا عندي منتصف الدرجة اللي هي درجة الحرارة هيساوي 42 زائد 35 على الاتنين، يعني هيدينا كام؟ 77 على الاتنين. خلاص نحسبها دي 77 على الاتنين مش مشكلة، يبقى المسافة على 2 يعني هيدينا 42 ناقص 35 على الاتنين، 5 من 12 من 5 كام؟ 7، وتلاتة يعني 7 على الاتنين، يبقى المعادلة بتاعتي س ناقص 77 على الاتنين أقل من أو يساوي 7 على الاتنين. خلاص أسيب لك أنا بيه. توجد الطحالب الخضر في المحيطات على عمق يصل إلى 30 متر عمق، يعني انا ايه اعتبرته هنا من سطح الارض، يبقى ايه؟ يبقى س اكبر من او يساوي الصفر واقل من او يساوي ال30 بس، يبقى ديت الايه؟ ديت اللي انا هشتغل عليها، يعني معناتها هتبقى ايه؟ 30 زائد 0 على 2 يعني 15، يعني س ناقص الايه؟ ناقص ال 15 تساوي 30 على 2 يساوي 15. واضحة كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الوحدة الأولى للصف الثاني السنة، وأتمنى من الله عز وجل يكون أنت استوعبت معايا الدروس اللي فاتت. لو في أي ملاحظات، شفت أي أخطاء غير مقصودة، يا ريت تنبهنا وإحنا نتداركها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. أشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.